بفقرتنا الأخيرة لليوم حنحكي عن غذاء المرأة الحامل، وبالأخص بهاي الفترة المرأة الحامل كتير عم تخاف في ظل جائحة كورونا. كتير من السيدات عم بيخافوا عن بموضوع الحمل وغذاء المرأة الحامل، كيف حيكون وهل هذا الموضوع خطر؟ أنت شو رأيك سالي؟ أكيد دائما سمر، يعني حتى بيظل هيدا الجائحة اللي عم نعيش فيها عم يشددوا جميع الاختصاصيين وتبع التغذية على أهمية التوازن الصحي بالأكل. أحيانا بيغني عن بعض الأدوية اللي هلأ صارت منتشرة وصاروا عم يقتنوها العالم، كان الغذاء المتوازن مهم. اكيد الغذاء الصحي والمتوازن دائما، انه بهالفتره عم نقول انه لازم تاخذوا فيتامينات معينه. صح. خلينا نعرف شو هي الاخطاء الشائعه وشو هي المفروض المراه الحامل تتبعه في ظل جائحه كورونا. لنتعرف اكثر على هالمعلومات معنا اخصائيه التغذيه لما بنوره. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم يسعد صباحك. يعني دائما بنقول انه الشيء الصحي هو الشيء اللي دائما بيرافقنا ودائما لازم نحن نلتزم فيه، ولكن كلنا احيانا عندنا شغلات خاطئه بنمارسها خلال حياتنا اليوميه، ولكن دائما نتجه وخاصه بفتره المرض، لانه هذا المرض بالذات بيعتمد على مناعه الجسم وقدره الجسم على الصمود في وجه اي فيروس. خلينا بالبدايه نبدا عن نعرف العالم عن اهميه التغذيه وخاصه للمراه الحامل. تمام. الأغذية المتوازنة كتير ضروري، بس أول حابة أقول للمرأة الحامل أنه بالست شهور الأولى أنت عليك زيارة الطبيب مرة بالشهر، بالشهر السابع والثامن مرة كل أسبوعين، وبالشهر الأخير مرة بالأسبوع. ليش هالزيارات للطبيب؟ لحتى يتأكد من صحة الطفل، لحتى يتأكد من صحتك، بيطلب منك فحوصات مثل فحص خضاب الدم، سكر الحمل أو ضغط الحمل اللي هن كتير خطرين بفترة الحمل، فضروري مراقبة. رح نركز كتير على الطعام المتوازن وبالأخص الحمض الفوليك، الفوليك أسيد والحديد. ونصيحة أنا حابة قبل ما بلش أي شيء، أنه يكون بين الحمول فترة 3 سنين لتستعيد المرأة الحامل صحتها، لأنه فترة الحمل كتير مرهقة للمرأة. ليه عم نشدد على أهمية الغذاء المتوازن؟ لصحة الأم بالدرجة الأولى، صحة الطفل، الجنين، تطوره، تطور دماغه والجملة العصبية، يكون وزنه طبيعي وقت الولادة، ما يكون عنده ولا خلل بسبب ولا نقص من ولا مادة غذائية. وبالإضافة الغذاء المتوازن بيساعد المرأة الحامل على أنه يكون مزاجها طبيعي، لأنه بتعرفوا المرأة الحامل مزاجها هرمونات فبالأشهر الثلاثة الأولى غذاء المرأة ما رح يتغير، يعني ما رح يكون في زيادات بالطعام، رح يكون أكله مثل ما هو. بالأشهر الثلث الثاني والثالث من الحمل رح يزيد السعرات الحرارية من 350 ل 450 سعرة، يعني خلينا نقول هذا الشيء بيتمثل بكاسة حليب خالية الدسم، قطعة خبز قد الكف ومعلقتين مربى نحن بنكون غطينا. بالنسبة للبروتين رح يكون في زيادة 25 جرام، وأنا هون بدي بس هيك صلح معلومة خاطئة. 25 جرام مو معناتها أنا بجيب شقفة لحمة أو شقفة دجاج وزنها 25 جرام معناتها هي الإضافة اللي أنا لازم أخذها غير البروتين اللي أنا بالعادة باخده، لا. حصة البروتين تعادل أونصة، أونصة تعادل 28 جرام، لسهولة الرقم نحن بنقول 30 جرام. بهالحصة اللي هي وزنها 30 جرام في 7 جرامات بروتين. فوقت اللي بنقول 25 جرام بروتين يعني 3.5 حصص تقريبا. اكيد. تمام. والمصادر البروتين هي حيوانيه ونباتيه بنعرفها. بالنسبه للدهون ما في تغييرات بكميه الدهون، ولكن في تغييرات بنوعيه الدهون، وبنركز على الاوميجا 3 لانه جدا مهم لنمو الدماغ والجمله العصبيه تبع الجنين. بس اذا نحن بدنا ناخذها ما في عنا غير ناخذها إما من الأسماك أو زيوت السمك، بدنا ننتبه على الزئبق الموجود بالسمك أو زيت السمك. هون بدنا نستشير الطبيب أو أخصائية التغذية، لأنه في مو كل أنواع السمك مسموحة للمرأة الحامل بسبب الزئبق، كمية الزئبق لأنه هي سامة يعني بتأذي الجنين. أكيد. حتى للمرأة بتأذيها. بدي ركز كمان على بعض العناصر، الفيتامينات والمعادن مثل الفوليك أسيد. نحن ما في حمل ضروري ناخذ 400 مايكروغرام باليوم المرأة الحامل، حتى منشوف على البرينيتال فيتامينز اند مينرالز اللي بتاخذها المرأة الحامل رح تكون جرعة الفوليك أسيد أكثر.
يعني 600 مايكروغرام واحتمال 800 و1000 ويمكن اكثر. ليش؟ هذا بيعتمد على عمر المراه الحامل. اذا كان عندها حمول سابقه، في مثلا اجاها طفل عنده داون سيندروم او اي خلل بالجمله العصبيه او الدماغ، فهون الطبيب راح يزيد جرعه الفوليك اسيد حسب كل مرأة حامل وشو وضعها، عندها أولاد أطفال من قبل أو لا، وشو العمر. خلينا نحكي شو ممكن تتجنب المرأة الحامل من الأغذية، شو ممكن تنصحيها بهالفترة وبظل جائحة كورونا برأيك؟ اللي لازم تتجنبه هي الحليب الغير مغلي، البيض الغير يعني النص ني، اللحمة الغير مطبوخة لأنه فيها بكتيريا الليستيريا، هذا بيؤدي لسقوط الجنين أو موته أو يعني مشاكل للجنين، الكحول، الدخان، التمارين الرياضية القاسية اللي فيها احتكاك. أنا بنصح أهم شيء المشي بالنسبة للمرأة الحامل، الأدوية والمتممات الغذائية تحت إشراف طبيب حصراً، الأعشاب ممنوع السيدة تأخذ، حي الله عشبة قالت لي عنها جارتي منيحة، في أعشاب بتأدي لسقوط الجنين وموته، يعني ما نستهين. مثل بيقولوا القرفة والزنجبيل وشو كمان من الأعشاب الخطيرة؟ يعني ما نستهين، خلي كل شيء المرجع هو الطبيب أو أخصائية التغذية، هو يكون مشرف على هذا يعني النظام الحياتي للمرأة الحامل. شو كمان الأسماك، قلنا أنه مو كل الأسماك مسموحة، ضروري الأسماك اللي قليلة الزئبق. حلو كتير. يعني احنا عم نحكي عن الغذاء الصحي، ولكن مثل ما بنعرف ضمن على الوضع الاقتصادي شوي الصعب يلي نحنا كلنا عم نعيشه واللي مارر علينا كلنا، يمكن نحنا ممكن نستعيد، وهذا الشيء انت حتخبرينا عنه، يعني ممكن البروتينات ممكن ناخدها من الحبوب ومن ايضا الشغلات التانية. تماما، يعني ممكن مثل ما بنعرف هلا اسعار الفروج كتير غالية واسعار اللحم كتير غالية والاسماك مانا متوفرة، ممكن ناخد تونة او شيء، يعني قدر المستطاع كلنا عم ندبر حالنا بهيدي الاساليب. تفضلي. لا انا ما راح احكي، انا يعني ما راح احكي على القدره الشرائيه للمواطن السوري لانه تفتحي لي باب ما راح سكره. اكيد لا، انا شخصيا امبارح اضطريت اجيب دجاج قسمته لثلاث طبخات، كيلو قسمته لثلاث طبخات، يعني عم بختصر. راح كفي بالنسبه لشو لازم المراه الحامل تاخذ. حكينا عن الفوليك اسيد، بنحكي كمان عن البي 12، بي 12 كمان كميته لازم تزيد عند المراه الحامل، تاخذ 2.6 مايكروغرام. ليش؟ ومصادر البي 12 حيوانيه حصرا تماما، يعني المراه الحامل النباتيه بدها تضطر تاخذه كمتمم غذائي تماما. ليش عم ركز على الفوليك اسيد والبي 12؟ لانه بيدخلوا بتركيبه الدي ان اي، وكمان نقصهم بيؤدي لفقر دم من نوع اخر غير فقر الدم الحديد. بالنسبه للحديد كمان، نحن كسيدات الحديد هو العنصر الغذائي الوحيد اللي بناخده اكثر من الرجال. حلو تمام، يعني الحمد لله. بس لسبب، لانه نحن عندنا الدوره الشهريه فبنفقد دم. المرأة الحامل بدها تاخذ، يعني نحن لازم جرعتنا اليومية 18 ملي جرام، بدنا نزيد عليهم 50% للمرأة الحامل بيصيروا 27 ملي جرام يوميا. هال 50% بتروح لدم الطفل تمام، لأنه هو بحاجة لخضاب. ضروري الحديد ما ينقص عند المرأة الحامل، لأنه نقصانه بيؤدي للطفل بيكون وزنه قليل، ولادة مبكرة أو وفاة بالأسابيع الأولى، والطفل بآخر شهرين بياخد مخزون من أمه يكفيه لست شهور لقدام. يعني بس يخلق الطفل، لأنه اعتماده الكلي رح يكون أول ست شهور على حليب الأم، حليب الأم فقير بالحديد، بالتالي هو بيكون آخذ هالمخزون. ببلش الأطعمة وقت اللي ببلش ينقص المخزون. هلأ نحن بظل جائحة كورونا، أكيد في حوامل صار معهم كورونا، بدنا نصيحة لقلهم شو ممكن ياخدوا غذاء، شو هي المشروبات الآمنة للمرأة وللطفل برأيك شو هن؟ برجع بشدد على الغذاء المتوازن للمرأة الحامل وتحت إشراف طبيب حصرا، يعني لو سمحتوا ما نسمع من جارتي وأمي ورفيقتي وقريت على النت وكذا، لا، مرجعنا يكون الطبيب. أول شيء أنت بتخلي مسؤوليتك، لأنه أنت في حياة بجواتك، يعني أنت ناطرتيها هالفرحة تسع شهور ناطرتيها. هلأ المصابة بالكورونا مثلا عم تتابعنا، شو ممكن تقولي لها؟ كيف ممكن تمشي بنظام صحي ما يؤذيها ولا يؤذي جنينها وتنشفى بأسرع وقت برأيك؟ المشروبات والغذاء الصحي المناسب. المصابة بكورونا، نحن كثير عم نسمع أنه المصابين بكورونا بدهم يكتروا فيتامين سي وزنك وفيتامين دال،
ولكن ما عندي مشكله بالنسبه لفيتامين سي كونه هو فيتامين منحل بالماء، فالجسم ما هو كثير قادر يخزنه او ما بيخزنه. اللي عندي مشكله فيه هو فيتامين الزنك وفيتامين د. فيتامين د هو مو بس فيتامين، هو هرمون وبيدخل بتركيبه كثير خلايا وانسجه، فانا بحاجه له فعلا، كلنا عندنا نقص فيتامين د. الزنك اللي شوي متخوفة منه هلا، اللي عم بيقولوا عنه انه هو جرعة العلاجية 50 ميلي جرام ومرات عم بقرأ 75 ومرات 100، انا بحاجته كأنسة 8 ميلي جرام، فعم شوف انه هالجرعة كتير كبيرة. اذا البروتوكول تبع علاج الكورونا، اذا انا فعلا مصابة بالكورونا، بيقول لازم اخذ زنك بجرعة عالية، اخده تحت إشراف الطبيب. أنا أخلي مسؤوليتي، برجع بقول أنا مو بس مسؤولة عن صحتي، مسؤولة كمان عن صحة الجنين. اعتمد على المصادر الطبيعية، جسمي مركب يستفيد من المصادر الطبيعية أكثر من المتممات الغذائية. يعني قد ما في حافظ على توازن غذائي من مصادر طبيعية، ونحن الحمد لله بلدنا كتير فيها مصادر طبيعية وغنية. أكيد الخضار متوفرة بدنا. يعني نتشكر هيدا المعلومات القيمة اللي نحن تعرفنا عليها منك. أكيد مشاهدينا إن شاء الله يكونوا قدروا استفادوا واسمعوا النصائح المهمة لليوم منك. شكرا كتير لك لما. سالي. شكرا كتير لك لما، وأكيد نشوفك بحلقات قادمة. أكيد.